أهلا ومرحبا بكم مجددا. اليوم عدنا لكم بهذا العود المصري الأصيل. طبعا الصوت المصري لا غنى عنه، معروف بطابعه المميز اللي بيظل يتميز فيه العود المصري. عنا مواصفات هذا العود: الوجه من السيدر زي ما احنا ملاحظين، الزخارف بالصدف الأزرق الطبيعي حاضرة معنا في إطار العود وفي إطار الشمسية والقمريات وفي المضرب هي الرقمة وفي الفرس كذلك وفي الساين تبع المسطرة كذلك. نهاية المسطرة أيضا ماخذة نفس تشكيلة الشمسية زي ما احنا ملاحظين. الظهر عندنا من خشب الجوز الأمريكي الجميل جدا مع هذه العروق الجميلة بالإضافة للزند والبنجوق. البنجوق من الطرفين مزخرف كذلك زي ما احنا ملاحظين. المفاتيح عنا والمفاتيح والمسطرة من الأبانوس درجة أولى. قياسات هذا العود عندنا: العرض 36، العمق 19، طول الزند 20، عرض العظمة 4 سنتي. الأوتار عندنا من الكروشنر دوزان دودو. خلينا نسمع الصوت ونستمتع فيه. طبعا نختبره أكيد مختلف المساحات الصوتية مثل ما تعودنا دائما إن شاء الله. مستوى قوة مختلف وتقنيات مختلفة لحتى الغرض منها أكيد كلها هو إظهار العود واختبار. Thank you.
بشكل نكون انهينا عرض هذا العود واختبرناه بمختلف مساحات الصوتية. نرجع للاختبار الأخير وهو العزف على الفينجر بورد كامل مثل ما تعودنا. أكيد ألقاكم على خير. إلى اللقاء.